مهم بالبحث العلمي حقيقة. ولو نظرت انت الى كل المشروعات الكبرى التي تدور في مصر حاليا هي معتمدة على البحث العلمي طبعا. ومعتمدة على علماء باحثين. انما هو الفراغ اللي كان بيزورها الرئيس وفتح فيها المشروع بالظبط اساسها بحث علمي بالظبط. انما ما اشرت اليه حضرتك حول الميزانية التي تحددت في الدستور النسبة المئوية، هذا الكلام صحيح، ولكن هناك فترة 3 سنين لتحقيق هذا، وطبعا لازم الأول البلد تقف على رجليها عشان نقدر نطلع من الناتج القومي مبلغ معين نوجهه إلى التعليم وآخر إلى الصحة وآخر إلى البحث العلمي. طيب البلد تقف على رجليها، هو بالشكل ده شايفين إن البحث العلمي هامشي؟ لا، لا يمكن أن يكون هامشي. مش هيحصل تقدم، واحدة واحدة، لن يحدث تقدم في مصر بدون البحث العلمي، دي حقيقة مش عايزة مناقشة. ومن دقيقة اتفقت معاك إن كل المشروعات الضخمة التي تتم في مصر حاليا تتم بفضل البحث العلمي.